هذه الايام ديال عيد الاضحى اكبر على ما كانت الاول. اجراءات الوقائيه معمول بها، تفاداو التجمعات. الله يجزيكم بخير. راه الفيروس باقي من 18 التزموا بها حتى تدوز بخير وعلى خير. صبروا هذه السيمانات ديال العيد، الله يجزيكم بخير. هادشي الا خسرتي الا درتي الكمامه ديالك شنو غادي نخسر؟ الله يجزيكم بخير. كمامه كندير درهم حفاظا على السلامه ديالو والسلامه ديالي والسلامه اللي معايا في الدار. حالينا شي حاجه نغسلوا يدينا بالماء والصابون بهرب من التهاون ديال المجتمع. لهذا الدور ديالكم بينوا على الوعي ديالنا ونستمر المجهودات اللي دايرها الدوله والتعاون ديال الشعب. الله يجزيكم بخير اباء وامهات. ما نخليوش الوباء ديال كورونا يفسد لينا الفرحه ديال العيد مع بعضياتنا. ادي ولدك للجردة يتعود فيه البلايص اللي ما فيهمش الزحام. الكمامه راه اجباري، اللي ما ديرش الكمامه ديالو غادي تاخذ حقه الاجراءات القانونيه. جنبوا الانتشار ديال هذا الوباء خصوصا في هذه الظرفيه ديال عيد الاضحى. ما نخليوش هذا الفيروس يفسد لينا الفرحه ديال العيد.